فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحقق بالخوارج. ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم، نسبوا إليه شيعة الإيمان. سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، سيف يد وسيف لسان. خرجوا عليهم مثل ما خرج الأولى من قبلهم بالبوء والعدوان. والله ما كان الخوارج هكذا، وهم البغاة أئمة الطغيان. كفرتم أصحاب سنته وهم فساق ملتي، فمن يلحاني. إن قلتهم خير وأهدى منكم، والله ما الفئتان مستويان. شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. قلتم تأولنا كذاك تأولوا، وكلاكما فئتان باغيتان. ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان. ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن. ألكم على تأويلكم أجران، إذ لهم على تأويلهم وزران. حاشا رسول الله من ذا الحكم، بل أنتم وهم في حكمه سيان. وكلاكما للنص فهو مخالف هذا، وبينكما من الفرقان. هم خالفوا نصا لنص مثله، لم يفهموا التوفيق بالإحسان. لكنكم خالفتم المنصوص للشبه التي هي فكرة الأذهان. فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم للحق والإيمان؟ هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان. لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهما، أفأنتم عدلان؟ أم هم إلى الإسلام أقرب منكم؟ لا حصباح لمن له عينان. والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان. هذا ونحن فمنهم بل منكم برآء إلا من هدى وبيان. فاسمع إذا قول الخوارج ثم قول خصومنا واحكم بلا ميلان. من ذا الذي منا إذا أشباههم، إن كنت ذا علم وذا عرفان؟ قال الخوارج للرسول اعدل، فلم تعدل، وما ذي قسمة الديان. وكذلك الجهمي قال نظير ذا، لكنه قد زاد في الطغيان. قال الصواب بأنه استولى، فلم قلت استوى وعدلت عن تبيان. وكذاك ينزل أمره سبحانه، لم قلت ينزل صاحب الغفران؟ ماذا بعدل في العبارة وهي موهمة
التحرك وانتقال مكان. وكذاك قلت بأن ربك في السماء أوهمت حيز خالق الأكوان. كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السماء سلطان ذي السلطان. وكذاك قلت إليه يعرج والصواب إلى كرامة ربنا المنان. وكذاك قلت بأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن. كان الصواب بأن يقال نزوله من لوحني أو من محل ثاني. وتقول أين الله ذاك الأين ممتنع عليه وليس في الإمكان. لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان. وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بأصبع وبنان نحو السماء وما إشارتنا له حسية بل تلك في الأذهان. والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان. قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله ذي الأركان. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان. فالناس غرا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن. لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان. قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل الفرقان. أتراه أمثال السماء مستشهدا حاشاه من تحريف ذي البهتان. وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان. نادى الكليم بنفسه وكذاك قد سمع النداء في الجنة الأبوان. وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان. إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. وتقول إن الله قال وقائل وكذا يقول وليس في الإمكان. قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفة وغير لسان. أوقعت في التشبيه والتجسيم من لم ينفع فيما قد قلت في الرحمن. لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببيان. وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان. وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان. كنا انتصفنا من أولي التجسيم بل كانوا لنا أسرى عبيد هوان. لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان. وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان. لو كنت تعدل في العذارة بيننا ما كان يوجد بيننا رجفان. هذا لسان الحال منهم وهم
وفي ذات الصدور يغل بالكتمان يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان.